زي ما شفنا مريم نفسها تلعب وتخرج زي اخواتها، وعلاجها واجراء جراحة زرع خلايا جذعية في المانيا بتكلفة 250,000 جنيه. قلوبكم معاها. وصلنا لفقرة بريد المشاهدين، وقبل الرسائل هستعرض ردود المسؤولين على الحالات اللي بتوصل لهم من البرنامج. جاني رد من وزارة التضامن الاجتماعي بيقول انه بخصوص الطلب المقدم من المواطن احمد جلال ابراهيم بسمسطة بني سويف بيلتمس فيه الحصول على سيارة للمعاقين لابنه المعاق ذهنيا، الوزارة قالت ان الابن المعاق عمره 8 سنوات وغير قادر على قيادة السيارة بنفسه لاصابته بضمور في المخ، والقواعد الخاصة بسيارات المعاقين لا تنطبق عليه. وهروح لأول بريد المشاهدين. أول رسالة من أحمد صابر عوض من المطرية الأهلية بالنيابة عن 95 مريض بالفشل الكلوي، بيقول فيها نحن مرضى الفشل الكلوي بوحدة المطرية بنعاني من الإهمال، بيقولوا لا يوجد طبيب متخصص للكلى بالوحدة وجميع الأطباء الموجودين زوار لا يقومون بواجبهم نحو 95 مريض فشل كلوي. وبالنسبة لنقل الدم الذي نحتاجه باستمرار بيتم مساومتنا علشان ندفع 110 جنيه حتى نحصل على الدم، بحجة ان قرار الدم انتهى ولا يتم خصم مبلغ من القرار الذي يليه. من اين يأتي مريض الفشل الكلوي الفقير بمثل هذا المبلغ؟ هو الحقيقة الازمة مش ازمة الدم، ازمة المسؤولين اللي ما عندهمش دم اللي بيعذبوا المرضى بالشكل ده. وانا ارجو السيد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وانا واثق انك انت هتقدر المعاناة الخاصة لمرضى الفشل الكلوي، ارجو ان تتخذ اللازم لتوفير الرعاية ونقل الدم ليهم بالقرارات وتكفي معاناتهم مع المرض. في رسالة تانية من سكان عمارات هيئة التدريس بجامعة عين شمس بيقولوا فيها نحن نسكن خلف مستشفى الدمرداش ونعاني من ان العاملين في المستشفى يلقون المخلفات والنفايات الطبية ومخلفات المرضى وسط المساكن، الامر الذي يسبب روائح كريهة فضلا عن تعرضنا للعدوى، نطالب ادارة المستشفى بوقف القاء المخلفات. يعني المفترض ان ادارة المستشفى الدمرداش تمنع القاء المخلفات وسط المنازل وتحرقها في المحارق الخاصة بها حتى لا تعرض حياة السكان للخطر، ده اذا كان هم كمان عندهم دم. واخيرا اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قال ان الجهاز حذر الحكومة اكتر من مرة لضرورة مواجهة غلاء الاسعار. واضح ان الحكومة ما بتسمعش التحذيرات. ليه؟ لان سماعها تقيل شوية. تصبح على خير.